جاء رجل لخالد بن الوليد فقال له إن فلانا شتمك، قال تلك صحيفته فليملأها بما شاء. قال رجل لوهب بن منبه إن فلانا شتمك، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ قال أحدهم لرجل فلان شتمك، قال هو رماني بسهم ولم يصبني، فلماذا حملت السهم وغرسته في قلبي؟ جاء رجل إلى الشافعي فقال له فلان يذكرك بسوء، فأجابه إذا صدقت فأنت نمام وإذا كذبت فأنت فاسق، فخجل وانصرف. حفظنا الله وإياكم من القيل والقال. لا تخبروني عمن يكرهني أو يتكلم عني أو يظلمني أو يعني يسبني، اتركوني أضحك مع الجميع وأظن أن الجميع يحبني. فرسول الأمة يقول لا تنقلوا لي شيئا عن أصحابي فإنني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.